موجز اخباري جديد، اهلا بكم. يبدا اليوم وزير الخارجيه سامح شكري زياره لبيلاروسيا، وهي المحطه الثانيه في جولته الخارجيه والتي بداها امس بزياره المانيا. كان شكري قد اكد امس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني زيغمر جابرييل تطلع مصر لزياده الدعم الالماني في ملف مكافحه الارهاب. كما اكد شكري على قوه الصداقه بين القاهره وبرلين، مشيرا الى ان المباحثات تناولت تعزيز التبادل التجاري وزياده الاستثمارات الالمانيه في مصر. أعلنت المملكة العربية السعودية أن العدد الإجمالي للحجيج الذين وفدوا إلى الأراضي المقدسة وصل إلى 1,705,081 حاجا من مختلف أنحاء العالم، ويزيد هذا الرقم بنسبة 30% على الأقل عن العام الماضي. دعا الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني القطريين أصحاب الممتلكات ومن لهم مصالح في المملكة العربية إلى سرعة إنهاء أوضاعهم قبل إعادة غلق المنافذ بعد الحج. وجه آل ثاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر رسالة إلى القطريين، مناشدا إياهم إنهاء أوضاعهم في السعودية قبل غلق المنافذ الحدودية بين البلدين عقب انتهاء موسم الحج. يذكر أن منفذ سلوى الحدودي تم فتحه بتوجيهات من العاهل السعودية وبناء على وساطة من الشيخ عبد الله آل ثاني. أصدرت ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن قرارا بمنع أي من أعضاء مجلس النواب وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ومقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر أمنية مقربة من الحوثي أنه تم نشر المزيد من الدوريات العسكرية التابعة للحوثيين في شوارع صنعاء ومداخلها الرئيسة. انتهى الموجز، إلى الملتقى.